السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن، برحب بكل متابعي القناة. بناء على رغبة كتير من أصدقائي، هنشوف النهاردة وحدة لمربع الجراني. الحقيقة أنا اخترت لكم موديل بسيط جدا، لكن بيتعمل منه حاجات حلوة كتير. هنشوفه سواء من خيط سادة أو ازاي بنعمله من ألوان مختلفة. نفس الباترون، وهو باترون سهل جدا. يلا نشوفه مع بعض، وهوريكم كمان ازاي تقدروا تعملوا منه المفرش اللي احنا شايفينه مع بعض. الحقيقة من الموديلات السهلة جدا، اتمنى يعجبكم. يلا بينا نشوف الادوات، طريقة التطبيق مع بعض. الادوات اللي هنستخدمها، اي خيوط متوفرة عندك وهتشتغلي بيها المربع، اي خامة واي لون انت بتحبيه. هحتاج لابرة رقم 4 مليمتر، وابرة التنظيف، المقص. حاجة هبتديها، هبتدي اعمل حلقة البداية بالشكل ده كده. هاخد 1 2، هسحب طرف الخيط بتاعي، اصبح عندي حلقة للبداية بالشكل ده. هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. بعد ما ارتفعت 4 سلاسل كده، هاجي عند اول سلسلة اشتغلتها وهشتغل عمود بلفة. لف الابرة بتاعتي وهروح على رابع سلسلة بالشكل ده كده، ادخل اسحب الخيط معايا 3 حلقات، هخرج منهم من حلقتين في حلقتين. اوكي كده، يبقى هعتبر انه ال4 سلاسل اللي اشتغلتهم في البداية دول، منهم 3 سلاسل يعتبروا العمود الاول، واشتغلت كمان عمود، هشتغل عمود ثالث في نفس المكان. ادخل اسحب الخيط نفس العمود حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. اصبح عندي 3 اعمدة زي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي ارتفع سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل كمان 3 اعمدة بنفس الطريقة. الف الابرة وهدخل اشتغل عمود 2 3 بالشكل ده كده. هقرر اخد سلسلتين واشتغل كمان 3 اعمدة جوه نفس الفراغ، 1 2 3، وهكرر لرابع مرة وهشتغل سلسلتين وكمان 3 اعمدة في نفس الفراغ. ادي 1 2 3. اصبح عندي 4 مجاميع، كل مجموعة مكونة من 3 اعمدة زي ما احنا شايفين كده، سلسلتين 3 اعمدة سلسلتين بالشكل اللي احنا شايفينه كده. لو شديتي خيط البداية بالشكل ده كده، هتضيق الدايرة بتاعتنا. وعلشان اقفل السطر بتاعي الاول ده، هرتفع بسلسلتين بالشكل ده كده، وهروح على 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي اشتغلتهم في بداية السطر على اول سلسلة بالشكل ده، واقفل غرزة منزلقة. شايفين اصبح عندي مجاميع عبارة عن 3 عمود للمجموعة الواحدة، قبليه في فراغ وبعديه في فراغ، واصبح عندي 4 مجاميع بنفس الطريقة. انا هنا بعد ما قفلت منزلقة هكمل بنفس اللون علشان اوريكم الباترون ومشغلكوش بتغيير الالوان، وبعد كده هوريكم ازاي بنشتغله من الوان مختلفة. انا هنا كده على السطر التاني بعد ما قفلت منزلقة، علشان اشتغل على السطر التاني هرتفع 3 سلاسل بالشكل ده، وهعتبرهم اول عمود، وعلى نفس الفراغ اللي انا فوقه وبجانب الارتفاع هشتغل كمان عمودين من نفس العمود اللي هو حلقتين في حلقتين. ادي 1 كمان 1، يبقوا 3 اعمدة بالشكل ده كده. بعد كده اخد سلسلتين فراغ، وهتجاهل كل ال3 اعمدة اللي هيقابلوني دول، وهروح مباشرة على الفراغ اللي بعد كده. الف الابرة وهشتغل جوه الفراغ نفسه 3 اعمدة نفس العمود. ادي 1 2 3، وبعدين هاخد سلسلتين فراغ، وفي نفس الفراغ اللي انا لسه اشتغلت فيه ال3 اعمدة هشتغل فيه كمان 3 اعمدة. ادي 1 2 3،
يبقى انا في الفراغ الواحد اشتغلت 6 اعمدة ما بينهم سلسلتين بالشكل ده كده. هقرر اخد سلسلتين فراغ وهتخطى المجموعة اللي تحت اللي هما 3 اعمدة وهروح مباشرة على الفراغ اللي هيقابلني بعد كده وهشتغل بنفس الطريقة، هشتغل 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة. ادي 1 2 3 سلسلتين وهشتغل 3 في نفس الفراغ. ادي 1 2 و3 بالشكل ده كده، شايفين؟ هكرر على مدار السطر كل فراغ هيقابلني، هشتغل بنفس الطريقة، اخد سلسلتين فراغ واروح على الفراغ على طول، اشتغل 6 اعمدة ما بينهم سلسلتين، 1 2 3 سلسلتين و3 في نفس المكان، 1 2 3 شايفين. وصلت على الفراغ اللي انا اشتغلت فيه بداية السطر عليه 3 سلاسل او ارتفاع وعمودين بالشكل ده كده على الفراغ ده، علشان يبقى زي الفراغات الباقية كل فراغ قابلني اشتغلت فيه 6 سلسلتين ما بينهم، وعشان كده لازم اكمل 3 دول يبقوا 6 وما بينهم سلسلتين. فهشتغل في نفس الفراغ الاول ده هرجع اشتغل 3 اعمدة، ادي 1 2 3 واخد سلسلتين وفي سلاسل الارتفاع اللي على بداية السطر بنفس الطريقة كده هدخل في 3 سلسلة اشتغل غرزة منزلقة وانهي الراوند بتاعي. زي ما احنا شايفين اصبح عندي مربع صغير بالشكل ده، ليه اركان، 4 اركان زي ما احنا شايفين كده. انا واقفة على ركن منهم، وعلشان ارتفع للسطر الثالث هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 بالشكل ده، وفي نفس الفراغ اللي ارتفعت عليه هشتغل كمان عمودين، ادي 1 2 شايفين. ده الفراغ الاول اللي انا لما هرجع من على السطر عنده هرجع اشتغل كمان 3 علشان يبقى ركن زي الاركان اللي انا اشتغلتها في السطر السابق. من مكاني هنا كده في فراغ اتكون عندي، في فراغ اهو اتكون عندي ما بين الاركان الاربعة، في ما بين كل ركنين في فراغ اتكون اهو. هعمل ايه في الفراغ ده؟ مباشرة بدون اي سلاسل او بدون اي سلاسل فراغ الف الابرة وهروح على الفراغ مباشرة اشتغل 3 اعمدة، ادي 1 2 3 اشتغلت في الفراغ اللي ما بين الركنين كده ووصلت للركن. الركن دايما بشتغل فيه 3 سلسلتين 3، فانا هروح مباشرة على الركن اشتغل 3 اعمدة، 1 2 3 سلسلتين وبعدين كمان 3، 2 3 بالشكل ده كده، شايفين؟ يبقى في الفراغ اشتغلت 3 ورحت مباشرة على الركن، لما قابلني ركن اشتغلت 6 ما بينهم سلسلتين، وبعد كده في فراغ اللي هو ما بين الركنين، الفراغ ده فراغ طبيعي مش ركن، يبقى هشتغل فيه بشكل طبيعي 3 اعمدة، 1 2 3 قابلني ركن هشتغل فيه بنفس الطريقة 6 اعمدة ما بينهم سلسلتين، ادي 1 2 3 سلسلتين فراغ وكمان 3 في نفس الركن، 2 3 وهشتغل بنفس الطريقة في كل فراغ هيقابلني ما هواش ركن هشتغل فيه 3 بشكل مباشر كده جنب بعض، ادي 1 2 3
لكن لما هيقابلني الركن هشتغل جوه الركن ده 6 أعمدة ما بينهم سلسلتين ولحد ما اوصل على نهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده وصلت على نهاية السطر واشتغلت فيه الفراغ 3 أعمدة بالشكل ده، وهيقابلني دايما الركن الاخير فيه 3 وناقص 3 للركن علشان يبقوا كاملين، ناقص 3 وسلسلتين. فبروح مباشرة على الركن الاخير ده عشان اكمل الركن، هشتغل 3 لان احنا اتفقنا ان كل ركن بيبقى فيه 6 ما بينهم سلسلتين، في 3 اهم، يبقى انا اشتغلت 3 الباقيين. لما رجعت من اخر السطر تاني وخدت سلسلتين اهو، هروح اقفل منزلقة على سلاسل الارتفاع علشان ابقى نهيت السطر بتاعي. خلينا نشوف ايه اللي حصل بعد نهاية السطر اللي احنا فيه ده. شايفين كده اصبح فيه فراغين ما بين كل ركن والتاني، يبقى كان السطر السابق فيه فراغ واحد ما بين الاركان، السطر ده اصبح فيه ركنين اهم، وعلى السطر اللي جاي هيبقى فيه 3 أركان، وعلى السطر اللي بعده 4 أركان، وهكذا. كل ما هترتفع بسطر جديد كل ما هيبقى فيه فراغات ما بين الاركان اكتر، يعني هنا هيزيد فراغ وفي الجهة التانية هيزيد فراغ والتالتة هيزيد فراغ والرابعة هيزيد فراغ، وبالتالي المربع هيكبر معاكي كل اما بتزيدي بالسطور. فكرة المربع كلها قايمة على ايه؟ قايمة على انه الاركان بنشتغل فيها 6 أعمدة ما بينهم سلسلتين، اما الفراغات بنشتغل فيهم 3 أعمدة فقط، يعني الفراغ ده 3 والفراغ ده 3. قابلني الركن زي كده هشتغل فيه 6 زي ما شفنا مع بعض. يبقى بعد نهاية السطر بتاعي كده علشان ارتفع بسطر جديد هرتفع 3 سلاسل وهعتبرهم اول عمود، وهشتغل كمان عمودين في نفس الفراغ اللي اسفل الابرة على طول. ادي 1 2، شايفين دول 3 أعمدة اللي لما ارجع على نهاية السطر هشتغل جنبهم كمان 3 أعمدة وسلسلتين عشان يبقوا الركن الاخير. انا هنا كده همشي على السطر في فراغات اهي، الفراغات دي بشتغل فيها بشكل طبيعي، لكل فراغ بشتغل مجموعة مكونة من 3 أعمدة، وبمشي على السطر بنفس الطريقة. ادي 3 أعمدة اهي، قابلني فراغ التاني اهو هشتغل فيه كمان 3 أعمدة بشكل طبيعي، فقط لما هلاقي الركن زي كده هوت اللي هو اللي فيه 6 أعمدة هشتغل 6 أعمدة ما بينهم سلسلتين. 1 2 3 سلسلتين فراغ وبعدين 3 في نفس المكان. ادي 1 2 3، زي ما انت شايفه كده. شايفه هنا على السطر ده اصبح فيه ايه؟ اصبح فيه 3 فراغات ما بين الاركان، ده هيبقى ركن اهو، والركن اللي احنا اشتغلناه اصبح فيه فراغ 2 3، وبالتالي احنا المرة الجاية هنشتغل في الفراغات دي 3 أعمدة للفراغ الواحد، وفي الاركان بس هنشتغل 6 أعمدة سلسلتين. هكمل بنفس الطريقة على الفراغ اللي بعد كده 3 أعمدة، على الفراغ اللي بعد كده 3 أعمدة، ولما يقابلني الركن هشتغل فيه 6 سلسلتين، وبنفس الطريقة دي هتكملي على السطر كله ولحد النهاية. ادي 3 سلسلتين كمان 3 في نفس المكان. احنا شايفين كده دايما لما بتوصلي على الركن النهائي بيبقى فيه 3 أعمدة بتكمليهم ب3 جداد في نفس المكان اهو. الف الابرة وهدخل اشتغل 3 أعمدة، 1 2 3، وهاخد سلسلتين الفراغ عشان يبقى زيه زي بقية كل الاركان، واقفل منزلقة علشان انهي السطر.
زي ما انت شايفة كده، كل ما بترتفع بالسطور كل ما بيكبر معاك المربع. فقط كل الفكرة قايمة على الثلاث أعمدة اللي بتشتغليهم في الفراغ. في كل فراغ هيقابلك تشتغلي ثلاث أعمدة، فقط في الركن بنشتغل ست أعمدة ما بينهم سلسلتين بالشكل ده كده. وكل ما هترتفعي كل ما المربع يكبر معاكي وبتوصلي للمقاس اللي انت محتاجاه. ده نفس الباترون، هو بالظبط، لكن اشتغلته من ألوان مختلفة. شايفة شكله اختلف ازاي؟ وعشان كده في كتير من اللي بيشتغل بوحدات او المربعات الجراني بيفضلوا ان هم يشتغلوا من ألوان مختلفة او خيوط جنجو بتبقى ملونة منها فيها كده، لانه بيدي للباترون شكل حلو قوي وبيدي للقطعة اللي اشتغلتيها شكل احلى بكتير. زي ما انت شايفة كده، علشان نشتغل من ألوان مختلفة اشتغلت بنفس الطريقة، لكن كل سطر بلون مختلف. اشتغلت السطر الأول بلون والسطر الثاني بلون الثالث والرابع وهكذا، وكل سطر بتفضلي تغيري الألوان أو بتشتغلي من ألوان جنجو زي ما قلت لك علشان تشتغلي دايركت زي ما اشتغلنا من اللون السادة. انا هنا هوريكي ازاي بنقدر يعني نغير الالوان. زي ما انت شايفه انا وصلت للنهايه، اشتغلت على اخر صدفه او على اخر ركن، اشتغلت الثلاثه اللي هيكملوا لي الركن، واشتغلت السلسلتين وقفلت منزلقه، سحبت الخيط وقصيته. وعشان ارتفع بلون جديد زي ما احنا شايفين كده من اللون اللي هنرتفع منه، هعمل سلسله بدايه جديده، ادي واحد اتنين، وهسحب طرف الخيط وهاجي من المكان اللي انا قصيت عنده الخيط في منتصف الركن اللي هما سلسلتين الفراغ بالشكل ده كده، وهسحب اللون وارتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهشتغل بنفس الباترون مش هغير اي حاجة اللي كنا بنشتغل منه. انا هنا في الركن كده وهشتغل بجانب الارتفاع في نفس الفراغ، هشتغل عمودين، ادي واحد اتنين، ابقى انا كونت التلات اعمدة اللي بيكونولي نص الركن اللي انا بكمله لما اجي عند اخر السطر. يبقى من مكاني هنا كده على كل فراغ هيقابلني من اللي جاي هشتغل تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، الفراغ اللي بعده واحد اتنين ثلاثة، والفراغ اللي بعده برضو تلات أعمدة من نفس العمود اللي هو حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. وصلت للركن، شايفين هروح مباشرة أشتغل في منتصف الركن، هشتغل ثلاثة واخد سلسلتين فراغ واشتغل ثلاثة في نفس المكان، يبقى اشتغلت ستة سلسلتين فراغ في المنتصف. ادي التلاتة الاولانيين بالشكل ده كده، هاخد سلسلتين فراغ واكمل كمان تلاتة في نفس الركن. وهتكملي بنفس الطريقة مش هتغيري اي حاجة على كل الفراغات اللي ما بين الاركان. التلات فراغات دول هشتغل مجاميع مكونة من تلاتة عمود للمجموعة الواحدة بالشكل ده كده. في كل فراغ هشتغل تلات أعمدة، فقط لما هوصل على الركن هشتغل ست أعمدة ما بينهم سلسلتين. وصلت على نهاية السطر، وكالعادة هتكملي الركن اللي موجود معاكي هنا، هشتغل التلاتة اللي فاضلين للركن، ادي واحد اتنين تلاتة سلسلتين فراغ، وهقفل منزلقة في سلاسل الارتفاع وانهي السطر بتاعي بالشكل ده كده. هاخد سلسلة تأمين وارفع الخيط واقص. اصبح ده شكل الباترون زي ما احنا شايفين. شايفة كل ما هترتفع بالسطور كل ما هيتكون معاكي المربع بالشكل اللي انت شايفاه كده. انت شايفة كده لما بنشتغل من الوان مختلفة بيبقى من وصل الخيوط موجود معاكي بواقي او زوائد من الخيط كده، بتلضميها في ابرة التنظيف وبتخفي كل لون في اللون بتاعه. زي ما انت شايفة كده في الغرز بخياطة بسيطة بتدخليها في اللون بتاعها شوية بالشكل ده كده، وبعدين بنتخلص من زوائد الخيط.
وطبعا كل الخيوط بنفس الطريقة. شايفين كده انتهى الباترون بتاعي واصبح بالشكل اللي احنا شايفينه كده، بنفس المربع اللي اشتغلناه النهارده ده بنفس الخطوات. تقدري تشتغلي مفرش سرير بالشكل اللي انت شايفاه. الحقيقة من المشاريع الحلوة قوي والسهلة جدا، زي ما انت شوفتي المربع قد ايه سهل، كله قايم على يعني فكرة التلات اعمدة في كل فراغ، وفي كل ركن ست اعمدة سلسلتين، وفقط بترتفعي بالسطور وترتفعي لحد ما توصلي للمقاس المناسب اللي انت بتعمليه. زي ما انت شايفة كده شكله جميل جدا، وكل الفرق انك بتغيري الالوان كل كام سطر، وده حسب ذوقك ورغبتك وحسب ما انت تصممي المفرش. يعني ممكن تغيري كل لون كل 10 سطور، كل 12 سطر، كل 8 سطور، زي ما تحبي وبالشكل اللي انت عايزاه. حتى الخدادية زي ما انت شايفاها كده بتعملي مربعين بنفس الخطوات، هي بتعملي مربعين بمقاس الخدادية، مربع امامي وخلفي. اما عن طريقة التقفيل وتركيب السوستة، احنا اوريدي على القناة اشتغلنا مع بعض خدادية مختلفة. لو ما شفتهاش معايا او بتتابعين لاول مرة، هسيبلك اللينك بتاعها اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس، تقدري تتابعيها وتطبقي نفس التقفيل بتاعها على الموديل اللي اشتغلناه النهاردة. حابة اقولك اخيرا انه الخيوط المناسبة علشان تعملي مفرش للسرير زي كده، انسب خيوط هي خيوط القطن. لو اشتغلت بالخيوط الصوف مش هتديكي نتيجة حلوة، غير ان هي هتبقى تقيلة جدا سواء في التنظيف او الغسيل. كمان الصوف بطبعه بيمط، فمش هيفضل على شكله اللي انت عاملاه. لكن احلى الخامات اللي تقدري تشتغلي بيها المفارش للأسرة هي الخيوط القطن. اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم، ياريت كل اللي استفاد ما ينساش يعملي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كوليكشن. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.